الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر أشرف الهادي يحييكم، وهقدم لكم النهاردة مراجعة سريعة على النانو تكنولوجي، ونتكلم برضو على بداية الباب الثاني، المول والمعادلة الكيميائية وطرق وزن المعادلة وعدد افوجادرو والماده المحدده للتفاعل. تابع معايا وشوف الجزء بتاع النانو تكنولوجي. طبعا ده جزء جديد، كل اللي يهمنا فيه ان احنا نعرفك العلم الجديد ده واهميته وفوائده للانسان، وايضا اضراره، وتتعرف على المواد النانويه بانواعها، وبالنسبة للمول. طبعا الباب الثاني الكيمياء الكمية، مهم جدا، لأنه طبعا جزء رياضي، فأنت لازم تتدرب على حل المسائل وتعرف يعني ايه مول. وأنا جايب لك هنا في الفيديو ده كمية كبيرة جدا من طرق حل المسائل، على أساس إن أنت إيه تبقى بالنسبة لك العملية سهلة. وجايب لك برضو بالنسبة للنانو تكنولوجي أمثلة مهمة جدا، تابعها كويس عشان هي دي هتلاقي محل أسئلة قدامك. تمام. وبالنسبة لوزن المعادلة جايب لك أمثلة كتيرة جدا في آخر الفيديو، طريقة وزن المعادلة بطرق مختلفة، وإزاي تحسب الكتلة المولية، تحسب وتجيب المادة المحددة للتفاعل بكل سهولة بطرق مختلفة، وكذلك عدد أفوجادرو. وطبعا انت بالنسبة لك عارف كويس ان عدد أفوجادرو ده بيمثل عدد الجزيئات او الذرات او الايونات الموجودة في مول واحد من اي مادة، وبيساوي تقريبا 6.2 من 100 في 10 أس 23. في اسئلة كتير محلولة وبطريقة سهلة ومبسطة، وطبعا دي عاملينها لجميع طلابنا سواء في القاهرة الجديدة أو في مدينة نصر عشان يستفيدوا ويتعلموا. والفترة اللي جاية هنعمل لكم بث مباشر برضو أونلاين على الهوا، بحيث إن أنت لو عندك أسئلة ممكن إيه تعرضها ونتناقش فيها مع بعض. أنا حاولت بس إيه في الفيديو ده إن أنا أوضح لك بسرعة طرق حل المسائل، عشان في ناس بتقابلها مشاكل كتيرة جدا في حل المسائل، لأن كتاب الامتحان طبعا يمكن معقد العملية شوية. احنا هنحاول نبسط لك الموضوع في عجالة، ركز كويس وتابع معنا الفيديو وهتلاقي العملية سهلة جدا. وأي أسئلة حاول تبعتها لي في التعليقات في قناة الكيمياء اللي انا لسه عامل لك قناه لسه جديده كيمياء كده، ودي خاصه طبعا بطلبه الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي، وفي قنوات اخرى خاصه بالثانويه العامه. انت يهمك بس الايه، قناه الكيمياء كده هتلاقي فيها اسئله حلوه وفيديوهات، وكذلك في موقع الكتروني بجهز فيه دلوقتي، بحيث ان انا ايه ابعت لك فيه اسئله كتابيه وامتحانات الكترونيه. تابع معايا وحل الامتحانات اللي هتلاقيها في صندوق الوصف باستمرار عشان تتدرب على الامتحانات الالكترونيه. ونتمنى ان انتوا تسووا ويتابع معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مستر اشرف الهادي.
عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر أشرف الهادي.